السلام عليكم الزول في الاول، مرحبا بكم. محمد علاوه، الجزائر ان شاء الله هتحلو، الجزائر ان شاء الله تبرا من هذا النظام على حسب يعني قوله. الملايين اللي خرجوا البارح في المسيرات التي عرفتها الجزائر، كل المدن مهما يعني كانت يعني كان فيه امطار وكان فيه برد وثلوج في بعض يعني الاماكن او المدن، ولكن هذا ما خلاش يعني الجزائريين باش ما يقعدوا في ديارهم وعبروا على الغضب تاعهم في المسيرة الجمعة يعني رقم 5. حبينا نسمعوا منكم كالعادة التغطية متواصلة على قناة المغاربية. نفتحوا الصندار، الإخوة اللي يحبوا يتواصلوا معنا والأخوات في داخل الجزائر وخارج الجزائر. معايا هنا في الاستوديو ضيوف، طاهر سيسرير ناشط سياسي، وسفيان عويمار ناشط سياسي وحقوقي. وكذا غادي سؤالين وكذا هضر استقبايليث ناس مزيغ زمن ما دسي ولا ميثاد ويلتاقين بن سيد نفهم دا شوي قدران يضلين ذي المسيرات يعني قدران يثمر في الجزائر ذي الملايين الجزائريين في الجزائريين يدي فغنس القوة باش تسفينا الغضنسن في الحالة راه تعيش ثمورثنا تزغان ثاقين يعني نتسارثيث راه طلب باش هذا في الدلن تسويع في إن اللاذيس راه طلب باش هذا روح نرث اللي ريزر فن بومذان روقا دار يعني وجزائري سلمية ميكين ولا ذي السمانة ثاقي قعدان سلخاوة نسلا طاس شعار خاوة خاوة هذه اللي كيدير ذاك الطاهر سي سرير اللي هون يعني يقدش نقول نارو سارثي دي زرفان بومدان. سي طاهر عسلام عليك الزول في الليل. الزول في الليل يا نصر الزول كوي وثمات تسماتي نزداري نغدي توايين عندما لان دي دونيث ثان مرتي ميث كام ثاونيت وكنا دفك على الراي وذي ثويل تاكين وان بوساكينيا صحيت صحيت الطاهر ما يعطيك الصحة. وهذه اللي كيدنا سفيان عويمار ديوني قد شنو قلنا رو سارثي ولا ننسى ناشط سياسي قد شنو زرفان بومذان. سفيان عسلام مينيك الزول في الله. الزول في الله يا نصار، مساء الخير عليكم، نحيي كاع المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا ويتبعوا في الحصه. بارك الله فيك سفيان. والاخوه الاخوات اللي يحبوا يتواصلوا معنا مرحبا بكم، ستوندار مفتوح. اللي يحب يعبر يعني على الاراء تاعو كيف هو يشوف الامور يعني الاسبوع الخامس الجمعه الخامسه مازال الشعب يعني راهو مصمم وراهو عازم باش يطوي الصفحه هذه تاع النظام. عندنا الاتصالات، الاخوه يقولوا لي كاين في اتصالات، ناخذ بعض الاتصالات ومن بعد نولوا الضيوف تاعنا ونولوا لبعض الفيديوهات يعني للمسيرات تاع البارح، وحتى نقولوا اليوم باللي كان فيه مسيرات تاع يعني الحقوقيين والمحامين في يعني كثير من المدن الجزائريه. نبدا باول اتصال، كمال من العاصمه. كمال مرحبا بك. السلام عليكم خويا نصر. عليكم السلام ورحمه الله. واصاكم لاباس؟ والله الحمد لله خويا كمال، بارك الله فيك. الله يسترك، الله يسترك العزيز. يا اخو حبيت نتكلم لك على المسيره تاع البارح. نعم. المسيرة تاع البارح الحمد لله جات يعني في كل بكل سلميه، وكانت سلميه على كل حال. وشنو خرجوا لنا واحد الصور هكذايا تاع زروال وكذا، حنا يعني كما قال شغل رفضنا هذيك الصور هذيك. هذه وكاينه حاجه واحده اخرى، الناس اللي راح في ازلام النظام هذو الكومباس كما يقولوا هذوك الشياطين تاعهم اللي راهم يهربوا في العمله الصعبه اللي تحت في بورسعيد ويبدلوا فيها. كيف باش يكون على بال الشعب باش يتنبه لهذا الشيء. نعم. هذيك العمله تاع هذيك العمله الصعبه تاع الشعب الجزائري، والشعب الجزائري هو اللي يستاهلها، لانها تامن له القوت تاعو وتامن له الدواء تاعو وتامن له المصير تاعو من انت كمال يعني راك تعيط لنا من الجزائر العاصمه من الجي. من الجزائر العاصمه. نعم. البارح كنت في المسيرات يعني على حسب كلامك. نعم كنت خويا نصر كنت. نعم. واش كان هو الشعارات يعني؟ صح كان فيه امطار ولكن هذا ما خلاش يعني ما خلاش الجزائريين ما يخرجوش، خرجوا بالملايين البارح. خرجوا بالملايين، صلينا الجمعه مباشره بعد صلاه الجمعه.
بعد مباشرة بعد صلاة الجمعة خرجنا في مسيرة سلمية. نعم. وكان أنت يعني خرجت كاين اللي خرجوا بالأولاد تاعهم بالأهل تاعهم كمان؟ خرجوا النساء، أنا شوف من الكبير للصغير، من 3 سنين العامين حتى 70 سنة. هذه هي. هو شنو احنا الناس اللي راح حبت تركب الموجة تاع هذه الأحزاب تاع الأحزاب تاع الخردة هذه غير يعرفونا، باسكو شوف رانا مارقين لهم بالواحد. نعم، شكرا كمال، يعطيك الصحة على الاتصال، بارك الله فيك. نروحوا لسكيكدا، عندنا خالد من سكيكدا، مرحبا بك خالد. مرحبا بك خويا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يعني أشكر المغاربية اللي أعطتنا هذا المنبر الحر. شكرا أخي، بارك الله فيك. وبصفتي أنا فرد من هذا الشعب، والحمد لله لا أنتمي إلى أي حزب ولا تيار سياسي. والله عندي اقتراح برك. نعم. يعني اتمنى من المغاربيه والرجال الشرفاء تبني هذا الاقتراح، باذن الله يكون بالك مخرج. نعم. المقترح هو يعني باذن الله نكلف القضاه من كل ولايه، على 48 ولايه، من كل ولايه نخيروا قاضي. ايه. اظن فقدنا خالد، انقطع الاتصال. معليش خالد، عاود اتصل بينا. فكره يعني ممكن لو يسمعوا هذا يعني اقتراح اللي قال خالد، نختاروا يعني قاضي من كل ولايه. نروحوا لسفيان من غليزان. سفيان مرحبا بك. نهارك مبروك ناصر الجودي. اهلا مرحبا بك خويا. ضيوفك الكريمين اليوم، انا بغيت نعلق على المشهد السياسي. كذلك اريد طرح سؤال لضيف الكريمين في نفس الوقت. انا اليوم حبيت نقول للشعب اليوم قال كلمته براء ذمته، واذا انتصر سينتصر لنفسه بطبيعه الحال. اليوم السلطه تعاني خناق الامرين، الحراك الشعبي والضغوطات الدوليه بعض الدول. شفنا كذلك جهاز قضاء اللي هو ركيزه الدوله، يعني قد تستحق الاشاده. كذلك قرارات الارتجاليه من السلطه لحل الدستور، وان كانت هي تكسر الدستور والدوسي عليه. اليوم نقدر نقول سقط القناع وظهر الوجه الحقيقي لمثل هؤلاء. الشعب اليوم يريد رحيل النظام والذهاب الى مرحله الانتقال الديمقراطي بسلاسه، بعد معاناه من البيروقراطيه والمحسوبيه والمبالاه. انا نظن اليوم حسب رايي صحوه الشعب وتاثير الحراك السلمي سياتي بالغرض. السؤال المطروح اليوم، من هي الشخصية البراغماتية التكنوقراطية التي تقود الجزائر إلى بر الأمان والاستصلاح السياسي والنهضة الاقتصادية؟ اليوم النظام عرف النظام البورياشي ونواته الأوليغارشية يتفكك وينهار. هذا هو السؤال تاعي، وشكرا. شكرا سفيان، بارك الله فيك على الاتصال. يعطيك الصحة سفيان. نروحوا للورقلة، عندنا الحاج من ورقلة. الحاج مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيت ندخل بس الموضوع على خاصة المظاهرات تاع يوم الجمعة أمس. يعني والله ولات مؤسفة، يعني المظاهرات ولات فيها رقيص وفيها شطيح وفيها الزغريت وفيها هذاك، وحنا رانا نخدموا لازم نكونوا صارمين مع هذا النظام. النظام هذا راه عنده 60 سنة هو يلعب بينا. يعني سبحان الله العظيم، يعني مش شطيح ولا رتيح هو اللي راح ينحي النظام هذا. والشطيح والرقيص. احنا لازم نكونوا صارمين ونغيروا الخطط تاعنا، لازم تغير الخطط تاع المتظاهرين. يعني احنا دوك تخرج تلقى فيها شطيح ورديح، ولا هو يستمتع بينا، يعني هو يشوف فينا، راه يشوف فينا كي مسرحيه، رانا نديروا في مسرحيه ويضحك علينا. ايش طريقه هذه تاع المظاهرات؟ ولكن هو يعني راهو يعني الجزائري يعبر بالطريقه تاعه على هو يعني. شفت حتى كان الطقس يعني كانت فيها امطار ثلوج، ولكن الناس خرجوا يا خويا الحاج، يعني فاهم علاش الطريقه هذه ما راهيش يعني طريقه باش واحد يجيب حقه ولا ونرتاحوا ندخلوا دياره. هي مش طريقه هذه. يعني لازم نغيروا الخطط تاعنا، نديروا تتحرك النقابات، تتحرك النقابات العماليه، تتحرك النقابات القضاء الحقوقيه، نديروا اضرابات، نديروا كذا كذا. الاضرابات لازم ما تمسش يعني المواطن، ما تكونش تمس المواطن، ولكن لازم تمس هذا النظام. النظام هذا لازم له هكذا، لازم له طرق جديده. وكانوا عندنا كنا نخرجوا كل جمعه، اي نروحوا نخرجوا نديروا التصاور تاع ذكاريه ونصوروا روحنا ونديروا فيديوهات ونرجعوا للديار.
ايش الطريقه هذه؟ لازم نغيروا. يا دوك انتم يعني كاعلام وكذا كذا يعني توجهوا ديروا حصص نغيروا الخطط تاعنا مع النظام، النظام راهو الان راه تقول يلعب بينا يعني كل جمعه نخرجوا له بالطريقه هذه ولا يلعب. خلاص هو يرقد حتى نهار الجمعه والسبت وقاعد او يعقب بينا الوقت وخلاص. يعطيك صحة الحاج بارك الله. يربح. نعم. نقدموا راح يربح الوقت هو. شكرا الحاج يعطيك الصحة، شكرا على الاتصال. نروحوا للمدية، عندنا عبد العزيز من المدية. عبد العزيز من المدية يا خويا، احنا نطلبوا برحيل كل النظام هذا. نطلبوا منه يرحل، احنا الزوار ولا ماناش عايشين اخويا. نعم فهمتني؟ ايه القاضي عقب عليك ما يمدولكش، تي عقب عليك بزوج مواسر ما يمدلكش الغاز. فهمتني يا اخويا؟ انا سم انا سم انا نسمعوك عبد العزيز، انا نسمعو فيك يا اخويا. احنا نكملوا في المسيره في الشتاء في كل الظروف، خارجين. عبد العزيز، كاين الناس لو يقولوا ممكن هذا الحراك ولا هذا المسيرات يعني يفشلوا شويه، ويعني انت كيفاش راك تشوف عبد العزيز؟ انا نشوف فيهم ما يفشلوش، مازلنا مكملين وكاينه مسيره من الجمعه الاخرى باني رانا في مزاد. يعني ما كاش العوده للور، ما كاش المشاريع الوالو، المشاريع الوالو محروقه. فهمت؟ نعم. نكملوا في اي ظروف. نعم تفضل. الافضل مشاريع المكاش. هذه هي. كانت فيه مسيرات البارح في المدية عبد العزيز. عبد العزيز معنا؟ أظن انقطع الاتصال. شكرا عبد العزيز يعطيك الصحة على الاتصال. نعود نرجعوا الإخوة هنا في الاستوديو للضيوف، ومن بعد نولوا يعني المتصلين ناخذوا بعض الاتصالات. طاهر، يعني سمعنا بعض المتصلين منهم الحاج من ورقله يقول لك باللي ودي يعني هذه المسيرات اللي ولات شويه فولكلوريه، يعني تغال سي فولكلوريك، لازم نصعدوا في هذه المسيرات، يعني لازم تكون فيه ضربات باش هذا النظام يفهم يعني لو ميساج. انت واش رايك يا طاهر؟ يعني حتى الان يعني الحمد لله الجزائريين متمسكين بالسلميه يعني. انا حبيت نقولها افيك لي دو لونغ، بالقبيليه وبالعربيه. تفضل. تزورا غصح اين يترجو اين ترجو كنيا سلي ميليتون بوليتيك دغنا غدود ايوا كنا دي فغار برا ايوا كنا دي كليا اين مي قال رابور دو فورس ستادير ان رابور دو فورس فافورابل يوكن ان هذا فو ام سواطليا اون ديفيكولتي خاطر اما كي يقارن سيرت لي بارتي بوليتيك لي ميليتون بوليتيك سوبوز مي لو بوبل يا ان سلوغون يتاون السنه كي داخل لي مارش سامبوز ستادير لو بوبل ساكينيا يميقلا دكوفريد يشبح ماذا قلا يجا ستالويث ستيغمات خاطر دايا قال ديال نازكا اكدود روينات اربعة تفغن ديغن اي غار باسكو تفغن دون فامي تفغن توارش مشطوحين تفغن ثياوين نسن تفغن دونك يلها ما يقيم القدر كيما تقيم ثالويثا كينيا دو كوفري دي ولكن لا بريسيون تقيم فو دافو مصفات ليا لا معنى الا يون و بروبليم ضم قرحان خاطر ماذا قال سي فري من قبل كان ستالويث ودنا هذا شو نبغى خاطر اما كي قارن سترومي تو سكي ني با ايكري افوكاسيون ديتر فو ستادير يفو ايكري كيلك شوز ايوا كنا دني نيا ام كي دياق ان نوح اللي طب دابري ونكوني ان اساكي البوبل ذي الشرق ناضي الغرب ذي لي ريجيون ما راه تمورث نمسفهام فيون واواي يفند يفرارد أرد قارن باللي اون فو لو ديبار دو سيستيم ستادير وثاقيا تزيوث تمثالتي فيهم مش فاهمين اما رايز دارين انت ملا اما داخل تمورت نادي فارا تمورت ذا شو اسا يلاق
اسم في كيفاش يديروا تي البوفوار راه كيب لي فغان تروحهم فوالا سكو فو اين لو بوبل كوم لي بارتي بوليتيك اسيغيو ان جو با اين لو رول لا خطر ما دي فغي لو بوبل فا اكسبريمي اين شوك فغا لي بارتي بوليتيك ديريير اسينيني و دافو اي دافا هاد الشيء رمضان ها لو بوبل شو دي دوموندي ايل فو تروف اين ثان كادر ايار ضيفن اين كني فغان وينات لو بوبل دونك تورا سي المومون ايفيكتيفمون كريانات دي كوميتي de réflexion un peu partout du Zaire, il faut faire attention. On doit faire attention parce que les représentants d'avance vont lui zmer la via 20 millions gzarin, mais zmer la via 248 ma 5 dans chaque wilaya un représentant, c'est facile pour lui. Donc c'est mettre en des représentants, c'est un facteur de division à éviter, à éviter, à éviter. Très bien, Tahar. نروح نسعى نافوكا ذي المسيرة الآن، يعني عندنا محامي عبد الغني بادي راهو الآن في المسيرات، قلت لكم باللي المحامين خرجوا اليوم. أستاذ عبد الغني بادي مرحبا بك. مرحبا. يعطيك الصحة، شكرا أستاذ اللي يعني راك معانا، على بالي راك في المسيرات، ممكن تحطنا في الصورة أستاذ؟ نعم أنا معاكم. شوف باش نعطيكم هذه المسيرة وهذه الوقفة فيها كل المنظمات تاع الوطن، يعني ماهيش منظمه ماهيش وقفه تاع محامي العاصمه فقط، هما جاونا من كل الولايات لانه الاتحاد الوطني مع منظمه العاصمه هما اللي نظموها. كثير انا نظن باللي اليوم نظن باللي كان 10,000 الى 15,000 محامي في العاصمه، يعني تقريبا ارجي اليوم راهي كاع دور بنوار وراهم مرتدين الزي المهني وبداوا من البريد المركزي من لا كرون بوس مشاو لافني باستور خرجوا تونيل دو فاكولتي ومن بعد عاودوا ولاو لا كرون بوس والان ماشيين حتى المحكمه تاع سيدي محمد اللي هي موجوده في نهج عبا رمضان بالي جوستيس تاع عبا رمضان. استاذ بادي تقريبا الشعار نعم. نعم الشعارات والمطالب استاذ بادي. الشعارات هي من شعارات الشعب كله، هو رحيل النظام، نظام سياسي، المحامين مثلهم مثل الشعب، هما جزء من الشعب، هما جزء من الحراك، هما جزء من هذا من هذا من, من هذا المسار الثوري، نقول بانه هو مسار ثوري صادق سلمي يعبر عن إرادة الشعب، يريد أن يتحرر، يريد أن يتخلص من هذه العصابة، هذا هو موقف المحامين. المحامين يعلمون جيدا أن التغيير يكون برحيل هذه المنظومة، برحيل كل رموزها، برحيل طبيعتها، برحيل ممارسة، هم يقفون على نفس المسافة مع المواطن الجزائري اللي هما جزء منه واكد، يعني يعرفون جيدا على ضرورة أنه لا يمكن انتقال السلطة إلى الشعب طبق المادة 7 من الدستور، لأنه الشعب هو مصدر كل سلطة. السلطة لا. الآن مصادرة مسروقة من الشعب. الآن المحامين يطالبون باسترداد السلطة للشعب، هذا هو المطلب، ومن خلال ميكانيزمات وآليات الانتقال الديمقراطي السلس، هذا هو المطلب الرئيسي الذي رفع بقوة في الشعارات، إلى جانب أناشيد وطنية وشعارات كالجزائر حرة ديمقراطية. نعم أستاذ عبد الغني، يعني ما راهيش برك المحامين اللي خرجوا، ولكن الشيء الجديد والجميل ممكن أنت تعبر عليه أستاذ عبد الغني أن فيه كان فيه القضاة، فيه حتى وكلاء الجمهوريين، يعني دي لي بروكيرور، وهذا يعني سابقة في التاريخ الجزائري أن القضاة يخرجوا وحتى لي بروكيرور. شوف في هذا الإطار نعطيك مقاربة سياسية للمسألة، لأنه عندما النظام السياسي كان يؤمن دائما بأنه يوظف جهاز القضاء لصالحه، كان يؤمن أنه هذا الجهاز القضاء هو أداة من أدواته يستعمله متى يشاء ويستعمله لمصالحه ويستعمله احترق مع الناس ويستعمله لمصادرة حقوقهم ويستعمله بالهاتف. اليوم القضاة استطاعوا أن يقولوا كلمتهم بصوت مرتفع واستطاعوا ان يكسروا يعني ركن من اركان النظام ويؤسسوا الى تماسك الدوله. هذه القضاة عندما خرجوا اكدوا للشعب على انهم الى جانبه وان الدوله تتماسك بانضمام القضاة الى الحراك وتتماسك بانضمام المحامين. وفي مساله القضاة هو تاكيد على بدايه انهيار النظام، لانه كان يعتقد النظام السياسي ان توظيف القضاء على مدار سنوات سيمكنهم البقاء، وفعلا هو تمكن من البقاء وتم توظيف القضاء لعده سنوات. اليوم وهذه المنظومه تنهار بالنسبه له، هذه لبنه وتؤسس
الى دوله مؤسسات دوله مستقبليه تبنى فيها الجزائر بشرف القضاة النزعاء بشرف الجزائريين الذين يقولون بكل صدق على ان القاضي والمحامي والطبيب والصحفي والكاتب والاستاذ الجامعي جميعا جزائريون يخشون على مصلحه الوطن ويقفون يعني لمصلحه الوطن يعني هذا هو الشيء الجميل. نعم. القضاة الان تقدر تقول على انهم انهم صمام امان لهذا الحراك الان. ولكن استاذ عبد الغني يعني فيه احنا نعرفوا الامور كيفاش تمشي في الجزائر مش بهذه السهوله. النظام هذا ورايح يروح وحتى اللي يقول لك باللي العداله ولات ما تخدمش بالتليفون يعني ممكن راهو ينوم فاهم. راهي ضغوطات كبيره على القضاة يعني كيفاش انتم راكم رايحين يعني تساندوا هذا القضاة وممكن يعني حتى يعني تقولوا باللي مش ممكن يعني القضاة يكونوا في هذا سوبريسيون دو سيت فاسون يعني انا قلت بان هذا مسار ثوري يعني سلمي والمسار الثوري السلمي لا نعتقد انه يكون في يعني في شهر او في شهر. اعتقد ان الامور قد تطول ويجب الاستماته يجب الصمود يجب التكافل يجب التضامن. اشياء كثيره قد تحدث المخاض سيكون عسير نحن ندري بان المخاض لن يكون سهل يعني الامور ما هي سهله كما يتصور البعض على انه مسيره ومسيرتين من شانها ان تسقط النظام. هذا النظام متجذر هذا النظام خبيث هذا النظام طرطاني هذا النظام عنده 60 سنه ليس من السهل ابتلاعه من جذوره. لكن الاستماته والصمود والصبر والصدق كذلك خاصه الصدق في 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 العمل والسلميه وحتى انه عجبوني شباب امس يرفعوا لافته يعني على بساطه يكتبوا فيها نقت لكم بالسلميه يعني هذا هو الشيء الجميل على انه المسار السلمي على هدوئه على رزانته قد يحقق نتائج ايجابيه. القضاة اليوم يعني نشوفهم بانهم متشجعين راهم يعرفوا بانه مسارهم ومستقبلهم مع جزائر حره. سئموا من الضغوطات سئموا من الهاتف سئموا من اللا عداله سئموا من ظلم الاخرين اصبح لديهم شعور بانهم ليسوا قضاة بانهم موظفين ياتمرون باوامر المسؤولين. هذا الشعور على مدى سنوات شكل تراكمات وشكل رغبة وإرادة في المضي قدما نحو الحرية والاستقلال الذي لا يكون إلا بالمشي يعني جنب إلى جنب مع المواطن البسيط. اليوم الإرادة أعتقد أنها تجمعت. البارح سي عبد الغني يعني شفت المسيرات كانت يعني مليونيات ولكن الآن كي الناس يتواصلوا معنا ممكن بعض يعني الجزائريين يطرحوا أسئلة يقول لك يعني هل هذه المسيرات المليونية السلمية كما قلت أنت وكل الحمد لله يعني العالم شهد لها بالسلمية تاعها وبالأخوية تاعها ويعني حتى السيفيزم اللي شفناه في المسيرات هذه بعض الجزائريين يقول لك لازم يكون فيه تصعيد يعني السلمية مليحة يتوسى ولكن لازم يكون في تصعيد حتى هذا النظام يعني يسمع الطلبات تاعنا ويسمع يعني وحنا هكذا يعني نخرجوا برك بالسلمية كل الجمعة هذا النظام ما راحش يسمعنا. انت واش رايك سي عبد الغني يعني في الناس اللي تطرح هذا الأسئلة وهذا ولا تقول هذا الكلام؟ شوف انا موافق معك تماما. انا نعرف بانه سيميتي نافونس باركو الذي لا يتقدم يتاخر حتما والحراك الذي يبقى يراوح مكانه اكيد سيعرف يا اما يعرف يعني منحنى وربما تنازلي يجب ان يعني يعرف منحنى تصاعدي ويستميت ويصمد ويقاوم ويبحث كذلك وهذا شيء مهم جدا يبحث كذلك عن اليات ووسائل وميكانيزمات اخرى للتصعيد. يجب ان لا يبقى الحراك في مجرد واحنا هذا هو الهدف نتاعنا وهدف المحامين اليوم من الخروج هو اعطاء نفس اخر لهذا الحراك اعطاء نفس يعني كانت امس الجمعه وقفه شعبيه اليوم السبت وقفه للمحامي حتى تعطي دفعه وتعطي نفس لهذا الحراك وهذا هو الهدف. يجب ان تكون هناك دائما جرعات زائده لهذا الحراك حتى ينتعش ويستمر ويبقى ويستميت ويصمد والبحث دائما عن وسائل وميكانيزمات اخرى تصعيدية من شأنها ممارسة الضغط هذا على هذا النظام لأن النظام يريد أن يحول هذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات أسميها
الصادقة التي تبحث عن حلول يريد أن يحولها إلى كرنفالات، يريد أن يحولها عن مسارها لأن تصبح أيام احتفالية كل جمعة. الناس تخرج، أمس كانت هناك مزامير أزعجت الهتافات وقللت منها، واليوم أن نشوف بأن المحامين أعطوا جرعة لهذا الحراك، وكانت يعني شيء جميل جدا أن نبقى في كل يوم يكون هناك وقفات، في كل يوم تكون هناك إضافة أشياء جديدة للحراك، لأن إبقاء الحراك يراوح مكانه يهددهم. كنوا صراحة مع بعضنا، لأنه نظام هذا يلعب على النفس الطويل، هو يلعب على النفس الطويل، يقول أنه هذا الناس راح يكرهوا ويدخلوا ديارهم. هذا هو هذا هو سي عبد الحسن. انت راك قلت يعني اشرت لنقطه مهمه استاذ عبد الغني، هو اللعب بالوقت على النفس الطويل، ولكن هو راهو يمشي الامور تاعو، يقول لك يعني راهو يشكل حكومه، وحنا يعني رانا سمعنا للشعب ورانا لبينا مطالب الشعب، والامور احنا نحترمه، يعني الشعب خليه يخرج في مسيره سلميه والامور عاديه. يعني هل ممكن يعني تقبل هذا الشيء؟ اولا المواطن الان اكثر وعي، المواطن يعي بهذه الاشياء، يعرف ان النظام يلعب على عامل الوقت، يلعب على عامل النفس الطويل. المواطن الان يحتاج فقط الى دعامه فئويه، انه كل الفئات تقف الى جانبه، انه ويجب ان يتوسع هذا الحراك الى نوع من الاضرابات الصارمه، نوع من اضرابات بعض القطاعات الحساسه. يجب ان ياخذ مسارا اخر اكثر ضغط على السلطه، لانه مهما صمد هذا الحراك الى شهرين الى ثلاثه، لكن تبقى السلطه تحاول تمييعه، لانه الان هو هدفها تمييع النظام، عفوا تمييع الحراك، وجعله يعني شيء عادي جدا، وهي في نفس الوقت يستفيد منه. لماذا؟ لانها هي تريد ان تسوق على ان في الجزائر هناك ديمقراطيه، هناك ناس تخرج، هناك لهم يعني رسم جميل جدا في تظاهراتهم، ويقول لك هذا من صنيعتنا احنا، نظام سياسي في الجزائر، نظام راقي يترك الناس الظاهر، وهو احسن حتى من النظام الفرنسي الذي يقمع الجيلي جون الى اخره. هذا هناك اشياء تخدم النظام، لذلك على الجزائريين ان يعرفوا خبث النظام في كيف يوظف هذا الحراك لصالحه، وكيف يستثمر في نفسه. يعني اللي نقولوا انه امس مثلا تاثر الى حد ما، باش نكونوا صادقين، كان هناك حضور، كان هناك حجوز، لكن عمل امطار لعب دور، وكان هناك اختراقات. اعتقد ان الحراك الان يخترق باشياء تحاول تمييعه وتحوله عن مساره الحقيقي. شكرا. يعني في بعض الحالات يبقى احتفال، يعني ان شاء الله يبقى الحراك مستميت وصامت. شكرا استاذ عبد الغني بادي، محامي وناشط حقوقي، يعطيك الصحه، كنت معنا يعني في من المسيرات تاع المحامين اللي كانت في كل المدن الجزائريه، وانت كنت معنا من الجزائر العاصمه، يعطيك الصحه، بارك الله فيك. سفيان نرجع ليك، يعني واش رايك الكلام اللي سمعته يعني للناس اللي اتصلوا بينا بارابول للمسيرات، وكيفاش عشت هذه المسيرات انت يعني شاب؟ يعني انا كشاب جزائري عشنا يعني خروج الجمعه الخامسه هذه كرفض يعني تام من الشعب، من اجل ان يعني هذا النظام يتحول الى يعني صفات اخرى. يعني الشعب خرج باش يقول كفانا هذا النظام، وحتى يعني كي قال الحاج كي من ورقلة يقول النظام هذا شطيح ورقيس. انا يعني في رايي ما نقدروش نلخصوا هذا الحراك ولا الثوره، انا لان يسميها ثوره، ما نقدروش نلخصوا هذه الثوره غير رقص وشطيح. لان نشوفوا مثلا الناس يرفعوا شعارات لافتات وين يقولوا النظام ارحل، يعني برامج سياسيه في اللافتات، برامج سياسيه. والله انا مثلا كي كنا نقابيين في الماضي كنا يعني نفكروا بزاف باش نديروا دي بلاتفورم دو ريفونديكاسيون، ولكن دوك يعني ما كانش صعوبه تخرج تفتح الفيسبوك ولا تفتح التلفزيون وتسجل على ما هو مكتوب في اللافتات، يعني مش صعيب. لان لماذا كان فيه ابداع صوفيا، يعني كان فيه ابداع، السؤال لازم يطرح، لان الثوره لم تاتي عفويا، لازم الناس هذه يعني هذا الشيء لازم تفهموا، الثوره هو تراكم لاشياء موضوعيه منذ 62
حتى الان. حتى الان والشعب الان خذا اون ماتوريتي اون سيرتان ماتوريتي وما نقدروش نوليو للقدام. ولهذا حبيت نقول للحاج يعني من ورقلة لازم السرعه، انا نتفق معك لكن ما لازمش التسرع. ما لازمش نتسرعوا لان الثوره نفسها طويل ولازم ناخذ الوقت حتى نبنيو دوله مدنيه وق على اسس القانون. حبيت ثاني يعني ندير ان كومونتير على اللي يقول هل هذا مثلا الحراك لازم يبقى هكذا ولازم يكون تصاعد ولا. انا في رايي ما لازمش نخلطوا بين هذا الحراك يعني لي راسومبلومون اللي خرجوا كل يوم الجمعه و يعني الطرق دي مانيير دورغانيزاسيون في لا سوسيتي باسكو يعني طريقتين مختلفتين. يعني الحراك وعلاش راه حراك دوك الحراك سير سي بور كونستيتوي ان رابور دو فورس من اجل يعني يكون رابور دو فورس للشعب وبعد ذلك يكون يعني مؤسسات الدوله مثل اليوم شفنا مثلا القضاة في الجزائر ولا الجامعات الطلاب اللي خرجوا ثاني ولا الاطباء يعني ils vont s'appuyer sur ce rapport de force من اجل عزل النظام عن الدوله. لازم نفهموا هذا الشيء، ما لازمش نخلطوا بين الدوله والنظام وانما الهدف هو عزل النظام عن الدوله. والقضاة اللي خارجين اليوم مثلا في الجزائر وفي كل انحاء قطر الوطن هما ils sont en train de constituer un rapport de force pour rompre avec les anciennes pratiques du pouvoir. يعني مثلا التليفون هدل بالتليفون الهدرة بالتليفون وتقوية يعني بناء الدولة المؤسسات دولة المؤسسات والمدنية. نعم شكرا سفيان، نرجع لك. نرجع للإخوة الستوندار نأخذ بعض المكالمات. عندنا أحمد من قسنطينة. أحمد ألو مرحبا بك خويا أحمد. بك يعيشك يسلمك. تفضل أخي راك على المباشر تفضل. الله يبارك فيك. المغربية راهي هي من العين تاعنا البصيرة اللي نشوفوا بها إن شاء الله. شكرا أخي شكرا. نعم يبارك فيك. الله يسلمك. يا خويا اللي يبين الشعب الجزائري خرج. نعم الشعب الجزائري خرج باهي يحرر الجزائريين اللي راهم كانوا في دواليب السلطة كانوا مقهورين من 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 أمن ومن جيش ومن إدارة. بيحررهم إذن لازم كل الإداريين الجزائريين لازم يتحرروا وهي ضد الشعب الجزائري ممدودة لهم. ولهذا نقول لهؤلاء الجواهر المكنونة المدسوسة وراء مكاتب السلطة ومخلصة وطاهرة ونظيفة لابد أن تلتحم بشعبها. وما نقول للآخرين الذين أساءوا للبلد وأساءوا لشعبنا نقول لهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء. عافونا باللهجة الجزائرية. انتهى وقت المداهنة انتهى وقت المداهنة بزيت الزيتون يعني كما يقول بعاميتنا وقت الشتاء. انتهى وقت التطفل والتسلق للمسؤوليات. الشعب الجزائري أراد أن يعيد للخطار إلى السكة. ولهذا لابد من خطة لا نبقى دائما في المسيرات والاحتجاجات. لابد أن نجعل خطة والخطة لإطارات الجزائرية موجودة. إذا نحن ننتظر هذا الشخص الذي لا زال يمثل رئاسة الجمهورية إذا استقال قبل انتهاء عهدته فممكن نطبق الدستور الذي جعله كرات محاولة. شكرا ونجعل شكرا احمد يعطيك الصحه احمد نحترم التوقيت. نروح لمحمد من شراقه. محمد الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك محمد.
الزول في الله يا محمد. يا اخويا بارك الله فيكم على الشيء اللي راكم تخدموه، والله غير بارك الله فيك، غير حييتونا يعني. بارك الله فيكم. نشكركم بزاف بزاف يعني. يعطيك الصحة محمد. والمسيرة تاع البارح يعني، ونشكر الضيوف تاعكم. وبارك الله فيكم، والله غير البارح يعني كنا في مسيرة بعد الجمعة، غير ما عندي ما نقول لك، بلا ما طيحش. يعني والله العظيم غير يعني الحمد لله يعني، نشكروا هذا الشعب هذايا اللي يعني راه يمد بالشيء تاعو، والحمد لله يعني. والله كان واحد الطفل قدامي جنب بلاد قبائل، دار واحد اللافته والله رمتنا بالضحك، قال يا يحيى ان شاء الله صباعك الصغير ان شاء الله يتقطع في هذا البرد هذايا. بارك الله فيكم على كل حال، شكرا. يعطيك الصحة محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، شكرا على الاتصال محمد، بارك الله فيك. نروح الأمير من الجزائر العاصمة. أمير مرحبا بك. أمير معنا. أنا سليم. 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 سليم لابوانت. سليم لابوانت، مرحبا بك سليم. مرحبا. خويا نصر لاباس. واش راك خويا سليم لاباس؟ والله غير لاباس، نحمد ربي هاد الساعة. بارك الله فيك، مرحبا بك سليم. شكرا فيك أبو ريكا. أنا حبيت نقول لك حاجة، هاد المسيرة هادي اللي ديجا هضر عليها بالمهيدي الله يرحمه. إيه. نهار قال لهم قال علي لابوانت نهار نكملوا هاد الدورة. اي سنة فينا ديرة كبيرة من الانديبوندونس. اه وهذه هي المسيرة اللي لازم نديروها احتجاج. نقيو كاع هاد العصابة دو ا زد. جيمي ستين هما يستعمروا فينا. بحكم عسكري. وقتها هو اللي بومدين. والنظام عسكري هو اللي يحكم فينا. ودوكي حبينا نديرو سلطات بالشعب هاد لا جوناس ماهمش راضيين بينا. وعلى كل حال نكملو المسيرة سلمية سلمية حتى يلوموا فينا، يركضو بينا وينوضو بينا، وبإذن الله نستقلو. انت راك تسميه استقلال سليم. أنا هذا الاستقلال، أنا زي 63. نعم، الله يبارك، الله يبارك. ينعم عليك الله، يبارك في أيامك. ياك، وأنا حضرت المسيرات، حضرت 88، حضرت 90، 91، شارك. ومازال يشارك. يعطيك الصحة سليم، شكرا على الاتصال. نروح لرابح من سكيكدا، رابح. معنا رابح. مرحبا بك رباح. الله يسلمك خويا، الله يسلمك. نشكر بزاف قناه المغاربيه، نشكرها بزاف على الدعم اللي قاعده تدعم الناس فيها. شكرا رباح، شكرا. تفضل رباح، راك على المباشر، تفضل اخي. هيا وي وي. احنا البارح خرجنا في مسيرات وبين للنظام هذا حاجه واحده، هما كانوا في العوام اللي عداو يحشموا بينا، احنا عاودنا رجعناها لهم وقلنا احنا درك احنا اللي نحشموا بكم. انتم يعني الشعب ولا يحشم بالاخر بالقياده تاعو، هذه هي. احنا نحشموا بهذه العصابه اللي سرقت البلاد وفسدت بزاف، درت بزاف فساد في هذه البلاد. احنا ولينا نخجلوا بها قدام العالم كامل. والعالم راه يشكرنا على هذه الخرجه السلميه، والعالم كامل راح يشوف فيها. ويعطيكم الصحة. شكرا رباح، يعطيك الصحة، شكرا على الاتصال. طاهر يعني مدنو غال فكرة شو أيضا رون ساقين دي اللي زاموكا لي جوج أنوالي باللي يعني المسيرة تاقي راهي سون تخان دو بخون دو لومبلور، يعني رتسو غال المقريف خاصة كان تسوق هذا دي قارن باللي زما الحالة يفشل النعيم هذاك ذا الوقت سورتو وقال لي قلنا الحكم رد قارن خرب ولا نغرت منين هذه لي ولا كي، ولكن اكدو ذات زايري يعزم باش هذه بدل يعني تورني لاباج.
دي تزوار بغي غير دوغ افكير لي بوين اي الحوايج كي السياغ تورا غي تهضر يمدو كايا كينا غي دي سواين بغي غير تكوريجي يوتي حاجه باسكو لو بوفوار الو كان ماشي عند لا كوميونيتي انترناسيونال دي جوجل غادي يسخم لا فورس il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire le pouvoir n'a pas utilisé la force, non pas parce qu'il a peur du peuple algérien, mais parce qu'ils nous ont joué sur la communauté internationale, la paix, c'est ce qu'ils vendaient depuis 10 années, ils disaient qu'on quoi, on est un élément de stabilité, c'est-à-dire l'istiqrar, c'est grâce à nous. Donc, ils nous ont joué. فغير غاسني نيريز دارين تزدارين نير ديسمح سيسنا كاتورا بلي ماشي خاطر هذا فو يبغى ستادير يوغا يلا فيولون ابرا يوغا ني با فيولون نو او كونترار لو بوفوار اللي فيولون سا ناتور فيولونت ديبي توجور انا لا فيولونس لا رونجي بار كونتر ثورا الوقت كيكين لا كيكيا وكاذن لو كانت سكار C'est-à-dire, nous avons des difficultés à faire des choses. Et l'Occident, ils ne pourront plus le vendre. C'est là, il y a des choses. Il y a la grève ou pas grève. C'est-à-dire, nous connaissons Zara, la grève de 5 jours, tout ça, c'est un compte, il y a des choses. Parce que je suis à chaque fois de mener pendant 5-6 jours. Après, il y a des charges de la famille, ou si on a suffisamment d'argent à la fin du mois, c'est très compliqué. Par contre, pourquoi pas il y a des opérations coup de poing, une journée, grève générale partout, il y a une grève, mais où il y a des passés un jour. Deux, il y a la désobéissance civile, c'est une erreur à ne pas faire parce que ça arrange plus le pouvoir que les citoyens. C'est le moment, effectivement, il faut le faire d'une manière intelligente. C'est-à-dire les militants, les citoyens dans les quartiers, dans les villages, ils doivent s'organiser autour des comités de réflexion afin de trouver une position unanime, un consensus autour d'une idée différente. Et on va faire de la crise. Ahmed, on a dit qu'il y a des représentants. Il y a des représentants. Il y a des représentants. Parce que le pouvoir va s'appuyer sur eux pour diviser le mouvement. Donc, à éviter les représentants. Par contre, il faut une stratégie commune. Qui est fière d'une stratégie? À Tkarabli, nous avons une feuille de route. La feuille de route est liée. L'élément X d'Okino qui se dérive, à savoir le départ du système, nous connaissons ce qu'est le pouvoir, c'est-à-dire un gouvernement d'union nationale, à dire le peuple, à la mécanique de l'Assemblée constituante. Nous avons une feuille de route qui est commune. On doit travailler juste les concepts. On doit montrer au peuple un mec de chez le gouvernement et d'union nationale, de chez l'Assemblée constituante. Voilà la stratégie qui a été. Et c'est la plupart des Algériens qui demandent ça. La plupart des Algériens demandent un gouvernement d'union nationale. Nous avons Jamal Benyoub, avocat, qui est Bjaïa, il a dit Gaïd, et il a dit Saïd Hassagi. Jamal Benyoub, Zulf Lak Asamayne. يعطيك الصحة جمال. جمال إني أنا كان شو قدران ذيف قايد يعني تفغم سلي زافوكا ولا ذكونوي ذا شو قدران جمال جمال لا كومونيكاسيون لا ريزو بالك شويه كان اون فا ايسيي نسيو مع الاخوه في لاريجي ولا ممكن يتصلوا به مره ثانيه يعني الصوت ما راهوش يوصل مليح ادو على سفيان ولي لك سفيان يعني سفيان واش رايك يعني الناس لما يقولوا لازم تكون فيه خطه يعني لتاطير هذه المسيرات هذا الحراك يعني كي تكلمنا مقبل على الحراك ما قلناش بلي الحراك هي كموعد اول كمرحله اولى يعني لتقويه كومون دير لو رابور دو فورس تاع لا سوسيتي وهذا ما لازمش نتسرعوا فيه لازم نخليوا الامور تمشي وحدها انا نعطيك امثله مثلا انا تكلمت مع طالب جامعي قال لي رانا نديروا يعني
اون في ان نيتواياج رانا ننظفوا في الجامعات. قلت له علاش ما كانش خدامين الجامعه باش ينظفوا؟ لا قال لي باش نديروا ثوره لازم نبداو ديجا فينا، لازم نبداو العبره دابور فينا، لازم نبداو نبدلوا الامور باش نروحوا. يعني هذا المثال وعلاش عطيت هذا المثال بان كل المجتمع الان قابل للتغيير، يعني هو التغيير عميق في 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 المجتمع. يعني هذه المرحله الاولى لازم نخليوها. انا كي نشوف المظاهرات يعني انا ما عندي ما نقول لهم يكملوا هكذا و سي تري بيان، لكن كمرحله ثانيه اللي راك تكلمت عليها لازم يكون الان مرحله ثانيه، وهي بدات المرحله الثانيه بدات عبر القضاة. القضاة اللي خرجوا باش يندوا طريقة تسيير المؤسسات والإدارة. يعني حتى مش القضاة برك يوميا فيه الطلبة، فيه نقابيين، فيه لأن كاين أخ، فيه طلبة، فيه أساتذة جامعيين. لأن كان أخ قبل ذلك قال تكليف القضاة، أنا ما نقولش غير تكليف القضاة لأن القضاة جزء من المجتمع، والمجتمع ما كانش غير قضاة، كاين قضاة، كاين عمال في المؤسسات، يعني الناس اللي تمشي في هذا البلاد، كاين طلبه ثاني في الجامعات، في الجامعات، وكاين لا سوسيتي سيفيل ثاني، يعني المجتمع المدني اللي راح. لازم درك لازم الفو كيل سورغانيز باسكو سي مانو و جامي، استادير نعرفوا بان نظام بوتفليقه يعني اختنق كل الى اترونغلي توت انيشاتيف دو لا سوسيتي سيفيل، ودوك لازم الامور تتحرك. وكي تكون هذه القاعده كلها تمشي وتكبر، لو رابور دو فورس كما يقولوا يكون كبير، والانفصال كما قلت وعزل النظام عن الدوله يكون فعليا. يعطيك الصحه سفيان. نرجع ليك، يقولوا لي فقدنا جمال بنيوب، ممكن ناخذ بعض الاتصالات لو كان فيه. نروحوا للستوندار، الاخوه اللي يتصلوا بنا. عندنا اسمع محمد من باريس. محمد مرحبا بك. مرحبا بك اخويا ناصر، بارك الله فيكم على وصلكم، تقدموا للجزائر للشعب الجزائري وللجزائر. بارك الله فيك محمد. فيك بركة. عندي واحد النقطه برك شفتها البارح في المسيرة في الجزائر، سمعت بلي يعني جماعة من بالكور ولا ما باليش من باب الواد خرجوا يندوا ويعيطوا عليها نحيا وعليها نموت، تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أنا جو سوي با كونتر من الجبهة الإسلامية للإنقاذ ولا أي حزب إسلامي. البروبليم علاه خيروا لا جورني دو إيير، علاه خيروا الجمعة اللي فات. أنا نظن الله أعلم يعني كي شافوا يعني لي جورناليست دوتر بي دير كي جاو خرجوا هذو باش يوريو يعني استادير راهم يحوسوا يقلبوها المسيرة هذه إسلامية بلوس كو شعبية. وثانيا راح نزيد ندير نداء لنهار الحد ان شاء الله هنا في باريس باش تكون كل الدياسبورا ان شاء الله في لا ريبوبليك. والنقطه الثالثه سكو جي كونستاتي كي يا بوكو دو درابو نتاع لوراك في لا ريبوبليك، جيسبر كو غدا ان شاء الله mais il faut les mettre يعني vraiment à l'écart ces gens là il faut pas les provoquer خويا نصر. والله هذه الكلمه يعني محمد، يعني شفت الملايين هذو اللي خرجوا في الخمس جمعات هذو، يعني الحمد لله وروا واحد دي ميساج كي سون طري طري فور، يعني بعض الشعارات على أخوة الجزائريين والحمد لله احنا كل يعني جزائريين، تجمعنا هذه الجزائر الكبيرة حتى لو كان فيه اختلاف يعني بين يعني نقولوا بين شاوي ولا الآخر، ولكن الحمد لله. ايه شكرا بارك الله فيك محمد، يعطيك الصحة. نروحوا لجمال بنيوب، يقولوا الإخوة رجع معنا جمال بنيوب محامي
من بجايه كان في المسيره اليوم صباح. جمال عسلم ما ينكازوا الفلاي. اقول انا المعارضيه. جمال اني انا كان شو قدران صبحيا كين زرب بلي لي زافوكا فغنس القوه يعني ذي المسيرات. الصافي كانت يعني غتا تيكيدير تغناوت ام الثمان ايطاليان الجزائر ثمان ناقص عندما يدخل زروليف كانت بين صفر 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 وجدود دونك ارقام حتى ام الثمان بالصفر وجدود دونك فهمت في الكفرة ما اي من ولا الثاني يعني يغطر الحال الطاس بالنسبه للطاس يغن اليمن وجبال انسان يوكل الزوم يتوحد اللعنه. دا شو اللي انا طلب هنا جمال؟ دا شو اللي انا طلب هنا؟ لي زافوكا صغار. اين طلب اين طلب انسان ايجيري الثاني ذلك طلب وجدود وانسان ذلك طلب نفسه يوكل هذا هو امتغط له هذا روح طلب ان يوكل هذه ان شونجمون راديكال ان شونجمون السيستم تاع قرارنا السيستم الى هذه ديكاتير معايا ديس السيستم صوت تموت على طيب السيستم صوت من راه حتى اجهزه دوريه زوين وتحسن الثقينوس الدولينوس دوك السان كلون وينيان السان انطلق يوكل ادروحا السنه الطياره السان ما الى اطواليت انسان ثانيين زوين ديوتات سواء في الصحراء سواء في الغرب سواء في الشرق الجنوب دوك نبداو غرزيين غلزير زمان تعيطهم تصوغون راح قارن دوك صوتنا الصوت وجدود دوك غادي طلب وجدود الدوري غير انطلاق دوك مطالب الشيء الذي يطالب به المحامين اليوم هو نفس مطالب الشعب الجزائري يطالب بالتغيير يطالب بالرحل النظام يطالب ان يكون هناك تغيير جذري لمنظومه الحكم. جمال القضاة كانوا معاكم في المسيرات يعني في مع المحامين؟ انا شخصيا لم اشاهد القضاة ولكن بعض الزملاء صرحوا بان هناك بعض القضاة الذين حضروا في المسيرة وهناك قضاة أحرار هناك قضاة الذين خرجوا ونددوا بالسلطة الحاكمة ويطالبون باستقلال العدالة. شكرا جمال يعطيك الصحة ثاني ميرثيك مثل اللي ضي كذنا. جمال بن يوب محام من بجاية. نروح للاتصالات. صحراوي من تيارت. صحراوي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك. أنا صحراوي من ولاية تيارت قلب دائرة الدحميني. نعم تفضل أخي تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل صحراوي تفضل أنا نسمعوا فيك. الو انا صحراوي من ولاية تيارت دائرة الدحموني. رانا نسمعوا فيك صحراوي راك على المباشر تفضل. حجرات الصحراوي معك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صحراوي يا اخي اسمح لنا لازم نروحوا لاتصال اخر. مالك عندنا مالك من تيزي وزو. مالك مرحبا بك ازول فلاك. حياك الله نصار خير في الاول. اسمينك؟ جست كان اون بتيت انترفونسيون ابروبو ورفاك اللي سوالنا كا في ديرني طو ابروبو لي درابو. دونك يمكن راك انت اناليزي راك نتابع لاشين المغربية ما شاء الله تابعت شحال من ديبوي لا كرياسيون ينس. دونك الباركو انت كنت كنتوالي لها الحمد لله. مي اون شوز On fait rare, est-ce que c'est la wikide, c'est un café de drapeau et qui utilise le drapeau du MAC. Le drapeau du MAC, il faut faire la différence entre le drapeau du MAC et les couleurs de la Kabylie. دي حوايج زويكي غير تسوين لا ديفيزيون باسكو خاطر ما صار حاجه
لوبجيكتيف صافي دي زواكي اللي نختم ديجا لي سيرا الترافايني لو بوفوار لي هنا لي لابوني لا وين هنا لي لابوني وين هنا الحكومه دي شي سوفوان يفو دي بي جي بوريني دونك يا دي بروبليم في السوالل باش دقيقنا الجهويه القبيله كي اي نو القبيله تاع لي استوار انسان سي دي ريفولوسيونير السانديكا السانديكا وينات الجزائر دونك بوز من لا يونيتيتو مي شوز اردان داف الدرابو دو بوزي لا كيستيون اي غال لي درابو باليستينيان توجور بريزونت كلي مارش الجزائر ردان لي كولور قبيله نو سي فو جبد دربي قاص اساس شطوح قرين سن بلي لا كابيليا سي سي لو بيرسو دو لا ديموكراسيا لا الجهه السواني الذكريا مالغري لا تري ديفيرونس لا نيغيف ايمال بصح اديني واربعه ديال ما جي با جي با دو ماك جي كونطار لو ماك تازيرا كويس تقبلي تينسن معليش مالك يعني زي زي قوي كيرين باش اسكن اسكن لي ديال البابل نعم نعم مالك معليش معليش خاطر تعدى شويه الوقتينك اكدي هنا كان بلي الحمد لله يعني جزائريين ايزون ديمونطري السمانه ثقي قاعده خمسه الجمعات بلي ايسون اوني سي سايتي يعني ميساج طري طري فور اي جو بونس ولا شويه جزائري هذه خلفن يعني ذي الميساج هكي خاصه كان ولا نوكاد تسكش مني ما نسن فغانا ضبضون الشعب الجزائري ولكن الشعب الجزائري الحمد لله هي ريا سن ني سن نكوني ذيون قبايلي سوشاوي سواعرف يدي جزائريين يوك اد اكيد نشكر مالك ميد سول الله ثان ميرثيك نروحوا لعبد الله من تلمسن عبد الله مرحبا بك نعم نعم عبد الله من تلمسن وي تفضل اخي العزيز مرحبا بك شكرا 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 نتكلم ولا ثانية راك على المباشر تفضل تفضل على المباشر ايه بارك الله فيك شوف صديقي على كل حال نشكر المغاربية على التغطية الكبيرة لهذا المهرجان تاع الاستقلال الجديد ايوا ومن جهة ثانية بغيت يعني نقول باللي لازم على الجزائريين يتجاوزوا الامور هذه تاع الهامشيه تاع هذا يمثل حيز وهذا يمثل جهه هذا كذا في هذا الوقت بالذات لازم يتجاوزوه وخلي من بعد لما تستقر الامور كل واحد يتكلم على الامر تاعو الخاص به بالحزب تاعو ولا بالامور الهامشيه الاخرى. وعبد الله يعني عبد الله اسمح لي قطعتك ولكن ارد لك الخط يعني شفت انت الجزائريين الحمد لله يعني كان فيه ابداع في الشيء هذا على اساس الجزائريين رفعوا المستوى وتجاوزوا هذا النقاط يعني وقالوا الحمد لله احنا جزائريين يجمعنا هذا البلد الكبير اللي عنده تاريخ وعنده رصيد النضال وعنده ولاده كلهم. نعم 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 اتفضل اتفضل يا عبد الله. شكرا شكرا لك. بالاضافه الى ذلك نقترح يعني عليكم كالمغاربيه نعم دو فار انفيتي يعني ناس مختصين في مختلف المجالات في المجال الدستوري في المجالات الاقتصاديه في المجالات السياسيه من اجل صافودير ارشاد وتوجيه هذا الراي العام والمجتمع المدني حول تنظيم نفسه في اقرب وقت لتشكيل اللجان المختلفة على مستوى التراب الوطني لوضع أرضية للجنة الوطنية اللي راح تتفاوض في المستقبل وتفرض لا فيدور تاعها على النظام. شكرا عبد الله بارك الله فيك يعطيك الصحة على يعني الكلام تاعك والمغاربية راهي يعني الحمد لله يعني تاخذ بعين الاعتبار الكلام تاع المتصلين والحمد لله يعني كان في حوارات مع مختصين ولكن ان شاء الله نعملوا ما في وسعنا باش يكون فيه يعني حصص وين المختصين يعطوا الآراء تاعهم على خاصة الأشياء القانونية والدستورية وكيفاش راهم يشوفوا المستقبل للجزائر. الدغال غرور كالطهر يعني نسلا والد الملك تيزي وزو
هذا شو زمر داستي ناضي مالك خاصه كان نوالين الجزائريين باللي يزون يزون ديباسي سو نيفو روحنا وراند يعني دي ميساج تري تري فور باللي الجيري اي توني فكاسيني روك متنا مالك باللي وفق ذكرى يون شغل لخطر افكتيفمون للدرابو بربر سي ان درابو كي ترونسوند لي زومبلام ناسيونو ستادير اي غير خطر الا نيج نيج الدرابو الجزائري الا نيج الدرابو لا تونيزي الا نيج الدرابو المغربي الا نيج الدرابو بوين لا ليبيا دونك الدرابو يجي ونزمير لا ونشجع لا يون اكن يفغوي سي ان بارتي بوليتيك نا ميليتون بوليتيك اديني باللي الدرابو الجزائر كونتر الدرابو بين هنا يفا اوبوزي لي دو درابو لي درابو يجي فون انصومبل غير خاطر لا بربريتي موت في لاس جوغورتا يموت في لاس ماسينيسا موت في لاس ناس ماروكيين لي تونيزيان دي لا ليبيدان موت في لاس دونك واغينيا شتا دير يغيفوك لي درابو يجي النظام ستا دير لا بريزونس ينس doit être une tolérée en plus c'est ça le droit de nous les deux drapeaux nous sommes ensemble ou d'ailleurs nous sommes dans toutes les marches par contre effectivement ce qui pose problème c'est la présence pour le drapeau le MAC c'est qu'il y a des provocations le MAC provoque les militants le MAC ou تقدر نرى خاطر من كل ما دنسيو لا مارش جو في بارتي دو جو سوي ان كو اورغانيزاتور دي لي مارش كي باري او لو موفمون هيومانيست اي كو اورغانيزاتور دونك نزرا ديك التاغي ثين جاروث يا دي بروفوكاتور يا دي جون كي بروفو ايفيكتيفمون كونت اون ابلي على مارش اروينات لا راسومبلمون سيتي تان راسومبلمون بور لالجيري دونك ماذا قال لك تشيني وتصمم دارس الجزائر دونك سي كونتراديكتوار دروحوض ادينير بلي كي نشي سي pour quelque chose qui est différent, c'est-à-dire que tu es contre l'Algérie, mais tu es présent. C'est contradictoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas cohérent avec le combat, le MAC. Après, nous connaissons des militants politiques, nous avons des militants qui ne veulent pas. Ou le MAC, c'est un vrai rassuré, ou maintenant, il y a des gens dans la République et tout. Le MAC, ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient 20 à 25 personnes, et ils étaient à renforcer les rangs. Ils étaient mieux les drapeaux, ils étaient mieux les drapeaux, ils étaient mieux. Mais nous connaissons les gens, les 25 000, les 30 000 personnes, تبان لا اي سون با نومبرو ميم سي فرقنا كيما نسم باش باش محسوبه تبان نونيك خمن لا مارش مي نو بورون جامي باسكو يا في ان اس بلوس دو جون كي كروا على الجيري الجيريان كي ان دو جون كي كروا على ديفيزيون باسكو سي با المومو امر دي فغي خاطر فرحات نزرت يروح يروح ام ال تي في توافيك تفينونسي وين سعيد بوتفليقه دونك يا خص شويه لا كويرونس ديال لا ديمارشنسون ذواكي لا بروبليم واكي سي ان كرون بروبليم دو اين ستورا ايفيكتيفمون كي نبغي زندرا واتمنى يغمثنا كان كارو سي تري تري امبورتون سي فري لو فاكتور تون اين سي فري كاينت يا ان انرجي بوزيتيف اي ديجاجي داخل مومو كاين الانرجي بوزيتيف كي سي كو لي جون فول ترافاي بور ان نوتر الجيري اكسن اين تغبر نسالسن ماشي تغبر كان وفغي غير نروحها بلي لوان باسكو لو بوفوار الجيريان اذا ياس ماشي تغبر كيك ضيان الجزائر اذا ياس تشمات الجزائر دونك تشمات نيا لو بوبل ا مونتر بلي سي ان بوبل سيفيليزي سي ان بوبل اين كي يختار السلميه ياكل تقمات ياكل وين ياكل تلويث دونك سا سي تري تري امبورطون يختار ديال الناحيه تري بيان معليش وريد اكمل اقدن جاتكم طاهر دين عينيك باسكو عيد قرون مازال تصلنا الوقت سفيان حبيت نسمع يعني رايك على الناس اللي راهي تقول يعني هذا العالم الامازيغي وعلاش ولكن الحمد لله الجزائريين يعني عبروا بقوه على اساس رانا خاوه يعني قبائلي شاوي ولا عربي ولا مزابي وشوفنا بعض الاشياء يعني الاشياء كانت ايجابيه يعني دي شوز تري بوزيتيف بارابور يعني اسات الجيريانيتي يعني الاخ تقدم الاخ طاهر تقدم ويعني فهم لنا اولا الفرق بين يعني الدرابو تماسيغس اي لو درابو دو ماك با لونسيان ماك مي لاكتويل ماك وانا يعني حبيت نرجع برك الاخ اللي قال
ما لازمش نخليه في ريبوبليك يعني هذه السمانه الناس تجي. انا نقول بلي ما نقدروش نبنيو الديمقراطيه وحنا ما نحترموش مبادئ الديمقراطيه. لازم نكونوا حنا ديمقراطيين. حنا نروحوا كما يقولوا الريبوبليك من اجل مسانده الثوره هذه والحراك الجزائري. واللي حب يجي انا ما راحيش اللي حب يجي بسلام عليه كما يقول فوالا لا سفيان غدوه يعني كان فيه كان فيه مسيره ديمقراطيه وحنا نكونوا اون فايكسكلور دي جون نو ماش الغدوه كان فيه مسيره يعني في بلاص لا ريبوبليك هنا في باريس كان فيه وقفه احتجاجيه غدا يعني سوف تكون وقفه احتجاجيه كبيره يعني كما كل يوم حد هنا في باريس من اجل مسانده فعاله للحراك والثوره التي تقوم يعني في الجزائر. فوالا كل يعني الاخ طاهر هو يعني من بين المنظمين والمنسقين شنيت لي كو اورغانيزاتور جو وي لو موفمون هيومانيست لي كو اورغانيزاتور بوين ل لي راسومبلمون يا دي باري ايفيكتيفمون نخدم دو ريونيون سمانه غينيا ايوا كنا نهضر امي راسن في كاينه انا نشبح نورغانيزي ان بو ميو لي راسومبلمون نيا اسن في كاينه بار اكزومبل اون ا ديسكوتي دو با مال شوز جو بو با ان ايطالي ان توت لي بروبوزيسيون كي اونت ايتي فات ان داخل لا ريونيو بار اكزومبل نخدم لا كوز ري ديبا ستادير دوني لا بارول او بوبل افان ديكسبريمي ان شو كفغا ام كي تي فغا شو الجزائري كفغا ايوا زكا pour réfléchir ensemble parce que la cause des débats permet de comprendre et quelquefois de confronter sa vision à d'autres visions c'est très très important et d'ailleurs يفيدنا نبلي يا قنت زرزات داخل لي راسومبلمون ا شاك فوا اون اسي دراجتي كلك شوز نخدم بار اكزومبل لي بوستيت باش كني غاشد خمن لي بروبوزيسيون سني الجزائريزكا نخدم ان طابلو او لي جون ديسيني دينا شوف لا طابلو ني بور فير ان طابلو كوليكتيف ستادير لو مومون يا سي ان سي ان مومون لا ريفولوسيون دي مومون لا ريفولوسيون chacun peut apporter quelque chose et وكنيا انت شبح حسيف كشبحه شبحه وينات المومون ريفولوسيونير غي بروفيتي باسكو سي سي ان مومون هيستوريك اي سي ان مومون يجي شاك يوم هذه سي اكن يزمر اس ديرنو اين سي بريك اين بور كونستروير اين لافنير دو لاجيري اونصوم تربي قمارة تصل الوقت ما بخليش بزاف الوقت زوج دقائق سفيان يعني كيفاش راك تشوف انت كشاب وشفنا العنصر يعني شباب بقوة في هذه المسيرات والحراك يعني كيفاش راك تشوف مستقبل هذا الحراك ولا هذه الثورة كما سميتها انت خاصة يعني مازال بعض الأسابيع بارابور يعني لا بوزيسيون قانونيا يعني عبد العزيز بوتفليقة تنتهي ينتهي صلاحيته كرئيس يعني 28 أفريل Comment tu vois l'évolution de ce monde ? Alors, moi, personnellement, je ne m'inscris pas dans l'ordre constitutionnel actuellement. Le Dustour, le Jazair, le Yom, le Dustour, il n'y a pas de droit à le mettre de 102 ou de 104. Il y a un Dustour, le Dustour, le Dustour, كيت كونت انا حبيت نسمع يعني كيفاش راك تشوف ممكن هذا المسيره يكون فيه تصعيد ولا انا في رايي المسيرات رايح تكمل بهذا النسق وهو نسق يعني في رايي جيد ويكون ايضا ستادير اون اورغانيزاسيون لجان اجتماعيه وين رايح يعني la société elle va avancer à son rythme c'est-à-dire كاين الناس اللي تهضر مثلا عن شخصيات انا نقول ما كانش شخصيات خليو الشعب يروح بالعقل وهو اللي رايح يفرض شخصيات نتاعو واللي رايح تدي يعني الدوله هذه الى تغيير سلمي وسلس
اولا نقارو كندنا شي حاجه باسكو غاشي سقسينا خطا نكوني لا ديال التيران باسكو كنت ماتيض ديال التيران ماتيض ماتيض ميليتون ديال التيران تويض تزر داينا لي كيستيون غاشي تزر شوف غان باسكو يا ميم سيرتان كي سي فات دو ديفينير لينا السيستم كوم سي السيستم يتكي ديك لو بوبل اي تو نكوني نفكاد لا ديفينيسيون نا للسيستم ديال الشونجمون السيستم اغوتيير السيستم سي لي جون كي اون consolider le pouvoir en place d'une manière directe ou indirecte et qui ont fait la sous-traitance aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont fait la sous-traitance. C'est là où il y a la base sociale du régime. Ce n'est pas qu'il y a un changement. Donc, dès le changement, le pouvoir a eu, le peuple a dit où il se met. Il a dit ce qu'il y a le changement. ذاشو يبغى البابل يبغى ننثد ومازالت واثي تقارن واثي تعاود ديغن اون في بارتي دو بابل ديالنا لا دياسبورا ديالنا كي تا راه تقارن بلي اون في ان شونجمون راديكال اي باسيفيك ستادير لو شونجمون ياكيني بويسك لو شونجمون ان فغا اي اون اي توس داكور في لو شونجمون ياكي ان كونسونسوس بلي لو بوفوار ياكي قادر يروح تو رياق اون فاترفاي انا دي كيستيون دو فون ذاشو دو لاسومبلي كونستيتيونت ذاشو دو غوفرمون دونيون ناسيونال يفو ترافاي سور سا il faut travailler une fois sinfik la fête de routine pour voir agir un chéri روح et on va organiser autour de ça Sofiane dit قاد الشعب الذي يخدم شيء يعني bien sûr un gouvernement d'union nationale bien sûr c'est le peuple qui va faire nous connaît c'est le peuple qui va définir un mec elle a donné quelque rien un mouvement d'union nationale merci merci كطاهر صحيت الطاهر يعطيك الصحه نبضر ثغره وصلنا لنهايه البرنامج مازال التغطية متواصلة على قناة المغاربية نشكر كل اللي تواصلوا معنا الإخوة اللي يعني كانوا معنا في البرنامج هذا بالتليفون نشكر طاهر سيسرير سفيان عويمر يعطيك الصحة نشكر جمال بن يوب محامي اللي كان معنا من الجاية والأستاذ عبد الغني بادي محامي اللي كان معنا من الجزائر العاصمة يعطيكم الصحة ابقوا معنا ونخليكم بهذه الأغنية ابقوا على خير